مجاهد، وهو مجاهد بن جبر، وهو من طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. ولذا قيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وقال قد عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما، أعرضه آية آية، أقف عند كل آية وأسأله عنها، وهو مولى. والعجيب أن معظم مشاهير علماء التفسير من السلف أنهم موالي، إما أن يكونوا أرقاء أو آباؤهم، وهذا يدل على أن العلم ليس منحصرا في الأحرار، بل إن هؤلاء قد وصلوا إلى مرحلة ما وصلها الأحرار، مثل زيد بن أسلم، مثل عكرمة مولى ابن عباس، عطاء. إذا قرأت في تفسير الطبري أو في تفسير ابن كثير ترى أسماء هؤلاء، هؤلاء هم أرقاء أو آباؤهم أرقاء. وجملة من علماء الحديث، سبحان الله، جملة كبيرة من علماء الحديث ليسوا من العرب. انظروا، معتمد الأمة على القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. ومع ذلك تجد أن كثيرا من أئمة هذا العلم، علم التفسير، موالي. وكثيرا من علماء الحديث الكبار جملة منهم ليسوا عربا، وهذا يدل على أن هذا الدين مفتوح للجميع، ولا تختص به طائفة دون أخرى. وإذا أول من أسلم من الأرقاء من؟ بلال. وعمر رضي الله عنه كما جاء عند ابن ماجه لما كان في طريق والتقى به الأمير الذي وضعه على مكة، قال: أتركت أهل مكة؟ قال: وضعت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن هو هذا الرجل؟ قال: إنه مولى. قال: أتولي على الناس مولى؟ قال: إنه حافظ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأصل الحديث في مسلم، لكن من غير قصة. فانظروا كيف رفع القرآن هذا الرجل. ولذا ما ينظر به الإنسان العاقل إلى نفسه يرى أن عنده تفريطا في طلبه للعلم، ولا يتعلل بكثرة الأشغال، فإن الرقيق أكثر شغلا من الحر. بل إن بعض العلماء أسقط عنه فرائض لأن منافعه مملوكة لسيده، ثم إنه لو أعتق ليس عنده من المال ما يسد به جوعته وجوعة أهله حتى يتفرغ للعلم، فترى أنه يطلب العلم ويعمل، ومع ذلك بلغ مراتب عليا. العاقل منا ينظر إلى حاله وأوضاعه كيف بلغ هؤلاء هذا المبلغ الكبير وهو ما زال ضعيفا في طلبه للعلم أو معرضا عن طلبه للعلم. والله عز وجل قد حكم في كتابه بأن الرفعة لأهل العلم، ولو شئنا لرفعناه بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عن طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذا يدل على فضل العلم، ويكفي في فضله أن أول كلمة في طريق الوحي اقرأ. ومجاهد هذا توفي وهو ساجد، فنسأل الله الكريم من فضله. علم وعبادة نحسبه والله حسيبه.